متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت لكزس منذ عامين عن السيارة الاختبارية LF1 Limitless بتصميم ملفت للنظر. وحسب تقرير المجلة الأمريكية كارن درايفر، فإن الشركة تستعد لطرح النسخة الإنتاجية منها تحت اسم لكزس LQ بحجم أكبر من LX لمنافسة مرسيدس GLS وبي ام دبليو X7 ورينج روفر. ستستند الـSUV الجديدة على شاصية سيدان لكزس LS مع توفيرها بمحرك 3.5 لتر 6 سلندر مدعوم كهربائياً بقوة 354 و416 حصان. كما ستطرح نسخة F عالية الأداء بمحرك توين تيربو 8 سلندر بقوة تفوق 600 حصان لمنافسة لامبورغيني أوروس بشكل مباشر. ومن المتوقع تدشين السيارة في النصف الأول من عام 2022 بسعر يبدأ من 80,000 دولار ويصل إلى 100,000 دولار، أي بين 300 إلى 375,000 ريال. هذا وقد سجلت لكزس الاسم التجاري LQ لاستخدامها بشكل محتمل في إحدى سياراتها بالفعل. هل تتوقع نجاح لكزس LQ إذا صنعت؟ شاركنا بالتعليق.